السلام عليكم. طبعا في إطار مكافحة وباء كورونا، يلا المواطنين كاملين يساعدوا الحكومة. درتوا اللي شفتوا يامس كلمة فخامة رئيس الجمهورية، يلا نتعاونوا كاملين من خلال سلوكنا وتصرفاتنا إياك نحدوا من انتشار هذا المرض الخطير. واليوم جيت إياك نساهم في التوعية، ولين خرصوا الإجراءات البسيطة اللي يلطنا نعدلوا من أجل الحد من انتشار هذا المرض. طبعا هنا نتكلموا عن الطريقة اللي يلا حد يصقل بها يدي، دونك طريقة بسيطة، لا يقبل حد مادة مطهرة كي الصابون، صابون العادي كافي، لا هي يعود كان واخو والله جابر مع الواقيش، يلا يصقل يدي مرات في اليوم، هذا ربينا يفتحها، لا هي يصقل يدي قالهم يعني يتأكد على مادة الصابون بدت عليهم، يصقلهم جيدا الصابون حتى الأظافر اللي مهمين، يواصل صب الماء بعدين يطفي ربينا ياك وفر الماء، نشف يدي طبعا ما يزرق كلينكس في اي مكان، ياك ما يتعرضوا لها التركه ولا شيء، خلص منها بوبل. شكرا.